من اشهر البقع البيضاء الموجوده على الجلد واللي بتقلق الناس مرض اسمه البهاق. بتظهر فيه ان في بقع بتبقى لونها مش موجود فيها لون خالص. دايما بيقول البهاق يعني بلا لون. البهاق مرض مناعي بيظهر دايما في الناس اللي سنهم اصغر شويه، 50% بيظهر عند الاطفال اللي اقل من 20 سنه، و95% بيظهر عند الناس اللي اقل من 40 سنه. فكرته كلها ان احنا عارفين يعني بيظهر في الوقت ده، لكن ما بيظهرش بعد كده يا دكتور. بيظهر بس نسبه مش عاليه قوي. يعني مش عاليه السن الصغير اكتر فكرته ان احنا عارفين اللي بيلون الجلد حاجه اسمها الخلايا الصبغيه، بتنتج ماده كده اسمها ميلانين، والميلانين ده بيلون الجلد. الناس اللي عندهم بهاء عندهم خلل في جهاز المناعه، جهاز المناعه بتاعهم بيبدا يهاجم الخلايا الصبغيه فبيعطلها، ما بتنتجش اللون، فبيبدا يظهر المكان باللون الابيض. البهاء كان من فترة مرض شبه ملوش علاج، ولكن دلوقتي أصبح له علاجات كتير، منها الأدوية اللي بتعمل تثبيط للمناعة، والجديد دلوقتي العلاج البيولوجي اللي هو بيدخل بينتقي فقط البروتين المسبب للبهاء وبيسيب المناعة في حالها، وده نتائجه ممتازة جدا. طبعا بالإضافة للعلاج بالإكزايمر ليزر، ونتائجه برضه ممتازة جدا. ولو استحال علاجه بالحاجات دي بيبقى فيها حاجة اسمها زرع خلايا صبغية وبتدي نتائج برضه ممتازه جدا. بس دي بتبقى عمليه دكتور ولا لا؟ دي ممكن تتعمل في العياده عادي جدا. هي بتعمل في العياده البنج موضعي. فكرتها كلها ان احنا بناخد خلايا صبغيه من الاماكن السليمه ونرجع نزرعها في الاماكن اللي المصابه، وبفضل المكان متغطي لمده اسبوعين، والموضوع بيبقى سهل قوي، وبعد كده بيكمل العلاج بتاعه بالليزر عشان يبدا ينشر الموضوع ده. بس العلاج الجراحي في البهاء لازم يكون يعني جرب علاج الطبي ومفيش نتيجه، ويكون عنده ثبات في اخر 6 شهور. ما ينفعش ثبات مناعي بالظبط، ما ينفعش يكون يعني ظهر ما ينفعش يكون ظهر عنده بقعه جديده في اخر 6 شهور ونبدا نزرع له، والا هتتهاجم هي كمان وهنخسر. بالظبط، عشان الجسم هيحاربها انها اكنها حاجه عدو ليها او حاجه مختلفه. احنا قلنا البهاء في الاول لان البهاء اللي بيقلق الناس. عاوز اقول دايما مش كل بقعه بيضه بهاء.